متابعينا مشاهدينا مستمعينا الكرام، ينطلق شوطنا 18 للكار الجذاع ومن مسافة 6 كيلومترات. إذن ما هي إلا لحظات وفيكم مع الخمس المراكز المتقدمة. المركز الأول صدارة الشوط، المركز الأول الشانية سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وفهد بن حصين بن فهد النعيمي من يتابع هذا الشعار. المركز الثاني ثاني المراكز وثالث تحدي الباس له سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وخالد بن مر بن سعيد بن حلوة الكتبي من يتابع هذا الشعار. المركز الثالث ثالث المراكز وثالث تحدي مع مشغلة على المركز الثالث سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وأحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي من يتابع هذا الشعار. المركز الرابع رابع المراكز الوصول من سيادح على المركز الرابع لهجن الشحانية ومحمد بن خالد بن عبد الله العطية مع المركز الرابع. المركز الخامس الوصول في هذه اللحظات والقدوم من زجل على المركز الخامس سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي من يتابع هذا الشعار. هكذا كانت النتيجة مع الخمس المراكز المتقدمة، وندان الأول أتممناه على مسامعكم. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى صدارة الشوط، إلى الشانية سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وفهد بن حصين النعيمي من يتابع هذا الشعار. المركز الثاني الباسل على المركز الثاني المركز الثاني الباس على المركز الثاني سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وخالد بن مر بن حلوة مع انطلاقة مع عملية التضمير الباس. المركز الثالث ثالث المراكز وصلت الواصلة، وصل شعار هجن الرياسة أحمد بن مطر الخيالي. المركز الرابع رابع المراكز ورابع التحدي مشغلة سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وأحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي مع المركز الرابع. المركز الخامس خامس المراكز الوصول في هذه اللحظات مذيار لهجن الشحانية، وصل الشبل جابر بن سالم بن فاران المري مع المركز الخامس. لكن أعود إلى مقدمة الشوط إلى الشحانية سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع مقدمة الشوط ومع صدارة الشوط ومع انطلاقة الشانية وفهد بن حصين النعيمي مع عملية التضمير كابتن المضمرين مع المركز الأول. المركز الثاني الوصول من ثاني المراكز وصلت الباسلة سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وخالد بن مر بن سعيد بن حلوة الكتبي مع المركز الثاني. لكن هجن الرياسة وصل الحمر، وصل في هذه اللحظات الواصلة لهجن الرياسة أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي مع انطلاق الواصل على المركز الثالث. المركز الرابع وصلت مشغلة سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي مع المركز الرابع. المركز الخامس مذيار أول قادمة وصلت زجل 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 على المستوى المركز الخامس سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك الوهيبي مع المركز الخامس. لكن أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأول، إلى الشانية سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وفهد بن حصين النعيمي مع المركز.
المركز الأول، لكن الواصلة مع المركز الثاني وشعار هجن الرئاسة أحمد بن مطر الخيالي مع المركز الثاني. المركز الثالث وصلت الباصلة سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وخالد بن مر بن سعيد بن حلوة الكتبي مع المركز الثالث. المركز الرابع، رابع الأسماء ورابع التحدي، الوصول في هذه اللحظات والقدوم من زجل على المركز الرابع سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك الوهيبي مع المركز الرابع. خامس المراكز وصلت مذيار، ويا مرحبا مذيار، ويا مرحبا بهذا الشعار، الشعار الأدعم لهجر الشحانية جابر بن سالم بن فاران الشبل من يقدم لنا مذيار على المركز الخامس. لكن أعود إلى المركز الأول، إلى الواصلة لهجن الرئاسة من غيرت وانطلقت إلى مقدمة الشاط وأحمد بن مطر بن ماجد الخيالي. لكن الشانية سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وفهد بن حصين النعيمي. لكن الباصلة 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 انطلقت إلى المركز الأول، شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وخالد بن مر بن سعيد بن حلوة. لكن مذيار مذيار بدأت تنطلق مع شعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران. من يتابع مذيار 1200 ما تبقى عن خط النهاية. لكن أعود إلى المركز الأول، مقدمة الشوط مع الباصلة سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم خالد بن مر بن سعيد بن حلوة الكتبي مع مقدمة الشوط. لكن الشانية أيضا شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وفهد بن حسين النعيمي. مذيار وصلت، مذيار مذيار بدأت تنطلق لعجل الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران. لكن أعود إلى الباصلة، الباصلة مع المركز الأول، ما 600 متر أخيرة ما تبقى على خط النهاية مع مقدمة الشوط مع الباصلة سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وخالد بن مر بن سعيد بن حلوة الكتبي. من يتابع الباصلة في عملية التضمير، الباصلة بدأت تنطلق وبدأت تغادر مع المركز الأول. إذن تهانينا والناموس مالك الباصلة سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والتهنئة للمضمر خالد بن مر بن سعيد بن حلوة الكتبي. مشكور يا بن حلوة، مشكور يا بن حلوة. ها هنا لحظة وصول الباصلة بالمركز الأول، تهنئة والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وخالد بن مر بن سعيد بن حلوة الكتبي من يضمر الباصلة. المركز الثاني كانت مذيار لهجرة الشحانية جابر بن سالم بن فاران. المركز الثالث كانت الوصول من الواصلة لهجن الرئاسة والمضمر أحمد بن مطر بن ماجد الخير. المركز الرابع، خرابع المراكز مشغلة سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم والمضمر أحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي. المركز الخامس، خامس المراكز الشانية سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم والمضمر فهد بن حصين النعيمي. إذا تهانينا والناموس مالك الباصلة من انتزعت المركز الأول وسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم والمضمر خالد بن مر بن سعيد بن حلوة. التوقيت زمن 9 دقائق 16 ثانية، 3 أجزاء من الثانية هكذا توقيت الباصلة. المركز الثاني كانت الوصول من مذيار لهجن الشحانية والمضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران. التوقيت 9 دقائق 21 ثانية و9 أجزاء من الثانية. المركز الثالث كانت الواصلة لهجن الرئاسة وأحمد بن مطر بن ماجد الخيالي مضمر الباصلة. التوقيت 9 دقائق 26
ثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. إذن مشاهدين الأعزاء لهذه النتيجة نصل إلى ختام منافسات وتحديات هذا اليوم الخاصة لسن الجذع في الفترة الصباحية. تابعنا الشوط الأول، الذيبة لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة مع الظافر علي بن جميل الوهيبي، قدم الذيبة الفائزة في الشوط الأول وتسجل أفضل توقيت في هذا الصباح 8:55 وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس. بينما أتى البصير لينتزع أول أشواط، القعدان الجذاع لهجن الشحنية والمضمر الشبل جابر بن سالم بن فران المري. وهذه قائمة بأسماء الفائزين والمتوجين في صباح هذا اليوم لهذه النتيجة. مشاهدي الأعزاء أشكر الطاقم الفني لقناة الريان في الإخراج علي بوشارب المري والإنتاج عماد الجرجاوي. دمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.